امتداد للجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. محافظة المنوفية استقبلت اليوم الأول لجولة الإعادة بالمنافسة على المقعدين الفرديين بعدما حجزت مقعدين القوائم من الجولة الأولى. استعدت المحافظة بتجهيز 619 لجنة فرعية موزعة على 515 مقر انتخابي بمختلف أنحاء المراكز والمدن والقرى، وإمدادهما بكل ما يلزم من إجراءات احترازية أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بتوفير مستلزمات الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين. من داخل مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي بشبين الكوم، على مدار اليوم شهد الإقبال موجات ما بين المتوسط والأقل، ولم يسمح بدخول أي مواطن للجان دون ارتداء الكمامة أو اتباع التعليمات.